هذا مش نشوفه الكوتش على البنك الاحتياط عن تسفيقسي. والله لحد لحظة هذه قاعدين معناتها نخدموا سي حسام سي ياسين اللجنة الفنية. تعرف انت في وقت قياسي تم تغيير المدرب داموتا بسي لسعد الدريدي، نفس الشيء هو كان مرتبط مع نادي البنزرتي، لكن احنا قاعدين نحاولوا باش نحيوا العراقيل هذه باش يكون غدو بقدره ربي على بنك احتياط نادي صفاقسي بقدره ربي. ماشي نقولوا اونكا وغدا ما لقاوش فما بديل. والله البديل باش يكون الاطار الفني نتاعو كلهم عندهم كفاءه وكلهم يعني اكفاء، اما بقدره ربي بنسبه 95% باش يكون هو على بنك البدلاء.